هل الماء بيساعد على التخسيس وخسارة الوزن؟ ولو ده صح، كمية المياه اللي احنا بنحتاجها في اليوم قد ايه؟ كل ده واكتر هنتعرف عليه في فيديو النهاردة. طب ايه كمية المياه اللي جسمنا محتاجها؟ معظم المراجع كاتبة من 2 ل 3 لتر. الحقيقة ان الكمية دي مش هتمشي مع كل الناس، ان اختلاف في بعض اختلافات كتير بيختلف بناء عليها كمية المياه اللي محتاجها جسمك، منها الوزن. يعني لو واحد وزنه 80 كيلو هيحتاج كمية مياه غير وزن واحد وزنه 70 كيلو. عموما المعادلة اللي بنعرف من خلالها كمية المياه اللي احنا بنحتاجها بتجيب وزنك وتضربه في 30. مثال، لو واحد وزنه 70 كيلو بيضربه في 30 هتطلع معاه ب 2 لتر و100 ملي. لو واحد وزنه 80 كيلو بيضرب 80 في 30 بتطلع معاه 2 لتر و400 ملي، يعني تقريبا 2 لتر ونص. طب لو واحد وزنه 100 كيلو يبقى هياخد 3 لتر. لو واحد وزنه اعلى من 100 كيلو يبقى هياخد اكتر او هيشرب ميه اكتر من 3 لتر. بمعنى كده الكلام ده ان مش كل الناس ينفع تاخد من 2 ل 3 لتر ميه. في عدة اختلافات، منها الوزن ومنها حاجات تاني كتير هنعرفها دلوقتي. رقم 2 في العوامل اللي بتحدد كمية المياه اللي محتاجها جسمنا، المجهود. يعني لو واحد وزنه 70 كيلو، احنا قلنا المفروض هنضرب 70 في 30 يبقى ب 2 لتر و100 ملي. طيب في حالة ان هو في اليوم ده ناوي يعمل رياضة او يلعب رياضة، يبقى في الحالة دي ان احنا هنزود عدد 1 كوب زيادة عن المعدل المعتاد اللي احنا بناخده، وهكذا. رقم 3 في العوامل، نوع الاكل. يعني لو انت اكلت خضروات او فاكهة، طبعا الخضروات والفاكهة غنية جدا بنسبة المية. يعني مثلا الخس غني بنسبة مية، يعني في نسبة مية كبيرة او رطوبة عالية توصل لغاية 90%. في الحالة دي كمية المية انت مش هتاخدها قد ما انت اكلت مثلا كربوهيدرات او بروتينات. يعني في حالة ان انت اكلت كربوهيدرات او بروتينات هتاخد كمية مية اكتر، هتعطش اكتر. برضو المشروب، لو انت اخدت مشروب معين زي مثلا منبهات زي مثلا القهوة او الشاي، في الحالة دي انت بتعمل عملية ادرار بول اكتر واعلى. في حالة ان انت لو شربت مثلا كوب قهوة يبقى انت عايز قصاده 1 كوب مية علشان تعوض الفقد اللي هينزل في اثناء عملية البول. درجة الحرارة، طبعا درجة الحرارة برضو من العوامل اللي هي بتحدد كمية المياه اللي احنا بنحتاجها. طبيعي في الصيف احنا بناخد كمية مياه اعلى من اللي احنا بناخدها في الشتاء، ده شيء طبيعي. السن والنوع، لو واحد سنه 20 سنة هياخد كمية مياه اكتر من واحد معدي سن 60 سنة. نوع، طبعا الرجل بياخد نسبة مياه اعلى من السيدات، لان طبعا التركيب بتاع الرجل في جسمه المياه فيه اعلى من تركيب السيدات. طب السؤال هنا، هل الماء بيساعد على عملية التخسيس وخسارة الوزن أو لا؟ الإجابة نعم، المية بتساعد على التخسيس وخسارة الوزن، وده ليه؟ لأن المية بتحفز من عملية الأيض. واحد هيسأل يقول إيه هي عملية الأيض دي والكلام المكلكع الكلام العلمي الكتير ده. عملية الأيض بكل سهولة هي عملية هضم الطعام، وطبعا دي هنخصص عنها فيديو كامل لوحده. بس للأمانة العلمية مش المية لوحدها هي اللي بتحفز عملية الأيض اللي بتساعد على هضم الطعام والتخلص منه والكلام ده كله. في عوامل تانية كتير هنخصص لها فيديو كامل هنتكلم فيه عن عملية الأيض والعوامل اللي بتحفز عملية الأيض. بس كل اللي أنا عايز أقوله دلوقتي إن أنت مش هتخس المية لوحدها، يعني ما تخليش حد يضحك عليك ويقولك إن المية لوحدها بتخليك تخس. المية شيء ضروري وشيء مهم في تحفيز عملية الأيض، بس عملية الأيض محتاجة حاجات تاني كتير معاها غير المية.